الدنيا تطورت شوي وبتشوف الموبايلات بايدنا اجباري، يعني حياتها بحضني هيك حدي وبدها تفتح على اليوتيوب تتفرج على إلسا، تتفرج على سبايدر مان، تتفرج على افلام معينه، بتفتح لحالها بتقلك تبي لي وبتفتح بتفتح لحالها، يعني حتى بتقلي ماما بدك علمك وين بدك افتح لك بمين بدي اتصل لك، يعني حتى حافظه هي لسه صغيره عمرها 3 سنين ما بتعرف يعني تقرا بس حافظه اشكال الارقام، يعني هذا رقم عمتها، هذا رقم ابوها، هذا رقم سته، هذا رقم عمها، حافظتهم بتكبسته وتقلي بدي احكي وتبعت لهم تسجيلات صوت. هلا هي عم تقضي اغلب وقتها على الموبايل وكثير متعلقه فيه رغم اني انا ما بفضل هذا الشيء، يعني باستمرار 4-5 ساعات يعني لا نظره كويس ولا حتى العقل، انه بحب بتمنى تنشغل بشيء ثاني بس يعني ما كثير عم نحسن لهم. هذا الجيل ما كثير عم نحسن له فعلا. هلا هي المعاناه معها غير معاناه مع اخواتها، هلا اخواتها صاروا بسن مراهقه، بسن المراهقه اصعب، يعني الولد بقى بصير عصبي، بصير عنيد، بصير بدك تجي انت تنزلي على عقله، يعني انا هلا بنتي مثلا سنه انا بقعد بالنسبه لدراستها بدرس معها كلمه كلمه، بس انا بدها ترسم بقعد برسم معها، بلون معها، بدي يعني بدي احاول كون كثير قريبه منها مشان يعني تلجأ لامور ثانيه، حتى على موبايلي انا رفيقتي على الفيس شو عم بتنزلي ماما، هذا المنشور حلو، هذا البوست حلو، هذا لا، بما انه عمره صار يعني سنه خطير هي والصبي، يعني الصبي كمان بينخاف منه شوي بما انه برا بيطلع بالحاره بيحتك بناس ما كثير بتقدري تسيطري عليه قد البنت، فهدول يعني مصاعب بالحياه بنعانيها معهم. معك حق ست عفاف، اكيد في صعوبه كثير بتربيه الاطفال، واكيد بتشكرك كثير انا ومتشكر مشاركتك معنا بفقره على الهدم، سميها هي فقره خاصه بالاطفال، شكرا كثير لك ست عفاف.